السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بأكلة بقالنا كام أسبوع كده ما عملناش مع بعض ايه أكلة حلوة زي بتاعة النهاردة. بصوا يا جماعة، هو أنا مش عارفة يعني ايه أدخل لكم الدخلة الصح، يعني أقول لكم إن هي أكلة حرشة، ولا أقول لك إن هي أكلة اقتصادية، ولا أقول لك إن أنا برضو النهاردة هخليها أكلة فخمة جدا. بص يا ستي، أنا جالك النهاردة بالمسقعة باللحمة المفرومة. لحمة يا سارة وإحنا آخر الشهر، والله هو ربع كيلو هيكفي ويوفي وهيخلي الدنيا معاكي زي الفل. طيب إيه بقى يا سارة دلوقتي كده مسقعة باللحمة المفرومة حاجة حرشة؟ عايزة أقول لك بقى إن إحنا هنعمل صينية حرشة، وصينية بقى إيه هنعمل لها شوية، بقول لك ما تيجي نبدا بقى وتشوفي بدل ما نتكلم كتير. بصي يا ست الكل، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقول المقادير وبعدين على طول هندخل على طريقه التحضير. اول حاجه هنحتاج للحمه معصاجه. اللحمه المعصاجه دي بقى هنعملها بايه؟ بنص كيلو من اللحمه المفرومه. بس انت لسه دلوقتي قايله ربع كيلو، انت دلوقتي بقى نص ولا ربع؟ بصي يا ست، انت عارفه ان احنا بنحب هنا في مطبخ البلد نعمل كميات كبيره وعشان يبقى الاكل كده ايه كتير ويكفي. بصي بقى، هنحتاج لنص كيلو من اللحمه المفرومه وعليه معلقتين زبده، نص كيلو من البصل المفروم الناعم. ايه ده يا ساره، نص كيلو لحمه على نص كيلو بصل؟ ما انا بقول لك هنعملها بالطريقه الاقتصاديه. بصي بقى، هنحتاج زي ما قلنا نص كيلو لحمه المفرومه، هنحط عليه نص كيلو من البصل عشان ايه اللحمه تبقى كتيره كده ويبقى غدا النهارده وبكره. ازاي غدا النهارده وبكره؟ ما انا هقول لك دلوقتي ان اللحمه المفرومه اللي هنعصرها دي هنعمل فيها ايه وهنتغدى بيها بكره ازاي. بصي بقى، هنحتاج زي ما قلنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هياخد معلقتين كبار من الزبده، نص كيلو من البصل المفروم ناعم جدا، معلقه صغيره ثوم، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، سكر. وهنحتاج لثوم مفروم، طماطم معصوره، وطماطم معلبه، وخل. هي دي التعصيجه بالصلصه بكل حاجه. طب وايه كمان؟ الخضار بتاعنا بقى الاساسي بتاعنا اللي هو البيزك بتاع المسقعه عباره عن ايه؟ البتنجان الجميل ده والفلفل الحلو ده سواء كان بقى رومي أو حامي. البطاطس معروفة في المسقعة بتبقى جميلة وطعمها بيبقى في حتة تانية، عايزة تضيفيها تضيفيها، مش عايزة براحتك، عايزة تضيفي خضار تاني تضيفي، بس هي المسقعة أساسها كده. تمام، هنحتاج ل زي ما قلت لك شرايح بتنجان مقلية، شرايح فلفل رومي مقلية، شرايح فلفل حامي مقلية، وبطاطس سمك متوسط مقلية. للبشاميل لو يعني انت كده خلصتي الوصفه، احنا بقى هنعمل منها حاجه تانية. هنحتاج لثلاث معالق كبيره سمنه، ثلاث معالق كبيره دقيق، لتر حليب مكعب مرق، وملح وفلفل اسود. بس كده يلا بينا بقى نلبس الجلافز وايه ونسمي بالله عشان نبدا. طبعا انت عارفه ان البتنجان بنقليه ازاي. هتجيبي البتنجانيه الرومي الحلوه دي، اهم حاجه وانت بتشتريها ما تكونش مبزره، لا تبقى حلوه كده وجميله. وبعدين هنقشرها شرايح طوليه كده، وبعدين هنجيب طبق كده حلو دقيق ونمسك البتنجانيه نعفرها بالدقيق وننزل في زيت. بالشكل ده البتنجان مش هيشرب معاكي زيت كتير وفي نفس الوقت هيبقى زي الفل في القليه. تمام كده؟ تمام كده. يلا بينا بقى ايه نبدا ونقول احلى كلام. بصي بقى، ادي معايا الصينيه الجميله اهي، اول حله الموجوده عندك. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنبدا فيها الطماطم المتعصجه. الطاسة عندي ولا الحلة عندي سخنة جدا، نشيل بقى الحاجات بتاعة التزيين الحلوة دي. انت عارفين العين بتاكل قبل الايه؟ قبل البطن. بصي بقى كده ننزل كده، انا عايزاكي تسمعي الطشة دي. سامعة؟ أول ما ننزل بيها كده على طول هنعمل حاجة مهمة جدا. هنعمل ايه بقى؟ رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. ليه يا ساره رشه الملح كده على طول؟ ده اللحمه المتعصجه المفروض نحط لها الملح اخر حاجه. لا، الملح بيساعد ان اللحمه تكون معاكي مفرفطه كده، يعني مفرفره ما تتكتلش معاكي وتعمل كتل، وده اللي انت هتشوفيه دلوقتي معايا. مش هنقلب اللحمه ولا هنعمل اي حاجه، هنسيبها كده يعني دقيقه. في الوقت ده هنحضر البشاميل، احنا ما بنحبش نضيع وقت. يلا بينا. هنعمل ايه؟ هنجيب معايا هنا اهو الحله على نار عاليه. اول حاجه هنعمل ايه؟ هننزل بالسمنه. بصي السمنه كده، انا عايزه اقول لك حاجه، اول ما تنزلي باللحمه على النار لازم اول حاجه تعمليها تديها رشه الفلفل الاسود، ولو ممكن كمان تدي رشه الفلفل الاسود قبل ما تنزلي على النار. ليه؟ عشان ريحه الزفاره. ريحه الزفاره دي مش مجرد فراخ، مش مجرد سمك، في جميع انواع اللحوم. طب الريحه دي بتيجي ازاي؟ بتيجي انك اول ما بتصدمي اللحوم بحراره عاليه، فاحنا عشان نتخلص منها رشة الفلفل الاسود دي اساسية جدا، سواء كانت بقى اللحمة بلدي او مجمدة او سيان، اي حاجة، لازم نعمل اللي احنا عملناه ده. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ شفتي هندي تقليبة بقى على طول. عايزة اقول لك ان الاكلة دي رغم انها جميلة ما بتاخدش معايا اي وقت. بصي بصي كده، الحاجة ما بقاش فيها بركة.
اللحمه المفرومه انا حستهم يا جماعه يعني اقل من نص كيلو. اجيب معايا بعد كده ميزان بقى عشان استلم الحاجه ميزان. بصوا ندي تقليبه كده ونسيبها، ويلا بينا هنا السمنه معايا، نزلنا بمعلقتين حلوين من السمنه كده، شويه زيت كمان وده مهم، وهننزل بالدقيق. انت امبارح ما عملتيش البشاميل كده، انت امبارح معانا كنت عامله مكرونه بالسجق في طاجن وما عملتيش كده، ليه بقى؟ عشان المسقعه عايزه طعم مختلف، المسقعه انها المسقعه يا ست، ما ينفعش ابدا ان انا اعمل على البارد، هيبقى لطيف بس الطعم مش هيبقى قد كده. احنا نعمل ايه؟ الزيت ننزل على طول كده بالدقيق. تمام كده؟ وقلبي كده على طول على طول على طول على طول كده. بصي وانت واقفه في المطبخ انا هنا مش بعمل معاكم الحاجه واحده واحده وبالراحه، واحنا في برنامج بقى ده مطبخ، مطبخ البلد هنا مطبخي، وده يعني اللي انا بعمله في البيت بعمله معاكم هنا. عين عليها كذا، انا مش هخش المطبخ اعيش بقيه حياتي في المطبخ يعني مش هكمل عمري في المطبخ كله كده مع بعض. بصي كده ده البشاميل الصح، ما ينفعش ابدا ان كميه ال الدقيق تكون اكبر من كميه السمنه والزيت، لا لازم يكونوا قد بعض. هتستخدمي 3 معالق ماده دهنيه يبقى 3 معالق من الدقيق. انا دلوقتي عملت ايه؟ معلقتين سمنه على معلقه زيت ونزلت ب3 معالق دقيق. بصي كده تمام خلاص الدقيق شايفاه دب خالص، شايفه الدنيا حلوه ازاي؟ هتشمي هنا ريحه الدقيق بقى. الصح انك تخلي الدقيق يتمحمص كده ويطلع ريحته، بعدين ننزل بالحليب. هنا بنعصج اللحمه المفرومه، مجرد ما تبدا تاخد لون معايا كده هنزل بايه؟ وهي خلاص هي على فكره بدات تاخد لون حلو وجميل كمان. هوسع كده في النص كده وهنزل بايه؟ بالبصل. بصي البصل قد كميه اللحمه، ولو عايزه تكتري اكتر كتري اكتر. مش هيقول لا، بالعكس هيطعم وهيدي طعم جميل. شوحي كده البصل وادي كده كله مع بعضه. هتعملي ايه دلوقتي يا ساره؟ هعمل حاجه مهمه جدا. هتعملي ايه يعني؟ هغطي الكلام ده كله علشان البصل يطرى ويدبل كده. وهنا بقى بنعمل ايه؟ بنعمل طبعا زي ما قلت لك لما نيجي نقلي البتنجان هتجيب البتنجانه، شرايح البتنجانه معاكي، البتنجانه الرومي اهي معاكي، المقشره بتاعتك طبعا تغسليها الاول كويس جدا وتنشفيها. تجيبي بقى البتنجانه الجميله دي وبالطول، شريحه او شريحه لا، عشان تديلك الشكل القمر ده. ثواني كده عشان هي ايه، بصي اهو نبص معانا كده للبتنجانه، هنا متقشره هنا مش متقشره، هنا متقشره هنا مش متقشره. بتجيبيها شرايح طوليه كده تبقى معاكي. بصي شايفه الجمال؟ متقشره مش متقشره، هو ده. هنبدرها زي ما قلنا بدقيق ونقليها. طب قبل ما نبدرها ننقع البتنجان الحلو ده شويه ميه وملح 10 دقائق، بعدين نصفيهم وننشفهم، مش هيشرب معاكي اي زيت خالص وتحدي. اوكي ناخد تليفون. الو الو يا شهد، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ساره؟ الحمد لله روحي زي الفل. انت عامله ايه؟ الحمد لله. وصفاتك الحلوه اللي دايما بتبهرينا بيها يا روحي. انت اللي حلوه. بما انك يعني عامل مش عارفه هو ايه الفرق ما بين المسقعه والمقلوبه؟ اما الفرق بالبتنجان ايه الفرق ما بين المسقعه والمقلوبه؟ انا سمعت صح؟ اه بصي يا روحي، المسقعه حاجه والمقلوبه حاجه تانية خالص. المقلوبه دي هعملها لكم في حلقه الاسبوع الجاي. بنعصج اللحمه المفرومه كده وبنقلي البتنجان وبنجيب بقى القالب بتاعنا وبنعمل الرز، دي اكله ودي اكله تانية خالص. يعني ايه؟ يعني المقلوبه بتجيبي كده الحله اللي انت هتقلبي فيها وتعملي شرايح جميله من البتنجان المقلي، نحط شويه لحمه مفرومه، ننزل بالرز بتاعنا، وممكن لحمه مفرومه ممكن كمان لحمه مسلوقه، يعني زي ما تحبي. دي اكله ودي اكله تانية خالص. فالمقلوبه حاجه و المسقعه حاجه تانية خالص، بصلصه بخل بدنيا تانية. وان شاء الله هعمل لك المقلوبه الاسبوع الجاي. شرفتيني ونورتيني يا روح قلبي. بصي بقى بنفضل نقلب 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 كده. طبعا انا من وجهه نظري ان البشاميل اللي احنا عملناه امبارح اسهل واريح 1000 مره واخف، بس ده بشاميل المسقعه. يعني ده حاجه وده حاجه. بشاميل امبارح انا بقول عليه كريمه، انه كريمه يعني من جماله ومن حلاوته. بصي ايدك هنا وايدك هنا كده عشان ايه؟ ما تضيعيش وقت. الوقت من ذهب، انا هفضل ساعتين واقفه في المطبخ؟ امال مين ده يعمل كوبايه نسكافيه ولا فنجان قهوه وتقعد كده تمسك التليفون وتتفرج عليا؟ مش هنعيش حياتنا في المطبخ. او ممكن تشغليني، انا ستات كتير جدا بيبقوا واقفين بيعملوا الاكله ومشغليني على الشاشه. شغليني عشان انا معاكي كده كده. معاكي هنا ومعاكي هنا. معاكي على الشاشه
على قناة صدى البلد من السبت للاثنين الساعة 1، وعلى قناة صدى البلد 2 من السبت للخميس الساعة 3، يعني معاكي هنا ومعاكي هنا. طيب دلوقتي ما لحقناش معاكي على البيج بتاعتنا مطبخ البلد على طول. كواليسنا احنا امبارح كنا منزلين كواليس يا نهار ابيض حكاية. هندي تقليبة كده ونيجي في النص كده نعمل ايه؟ من هنا برضو ايه؟ عشان ما يكلكعش معانا ندي تقليبة. الست المصرية يا جماعة، الست المصرية معروفة ان هي ب 100 ايد، مش ايد واحدة، 100 ايد، بنعمل 100 حاجة في نفس الوقت. أنا عايزة أقول لكم إن أنا ببقى يعني فعلا واقفة في المطبخ بحضر الغداء، رجعت من الشغل بعمل إيه؟ بعمل الغداء، بسمع للولاد، ده عايز يسمع إنجليش، ده عايز أنا مالي أنا على فكرة أنا عايزة أعمل شكوى، أنا مالي أنا شجرة الضر في مشكلة مع جوزها وخيانة، وأنا مالي، أنا ماليش دعوة بالحاجات دي، أنا ست في بيت قاعدة في بيتي ماليش علاقة. دخلتوني في حياة شجرة الضر وجوزها ليه؟ بقالي 3 أيام بسمع في الدرس ده، مش عارفة أنا مالي. المهم فايه الموضوع؟ قاعده بقى اعمل الاكل في حته واسمع في حته ومين بيضرب مين في حته، فبستنى بقى لما اخلص كل حاجه والناس دي تنام واخد بقى ايه فنجان قهوه كده مع نفسي. انا عايزين في مره اعمل هنا فنجان قهوه، مش عارفه هيوافقوا ولا لا، وانا ايه شغاله في الحلقه كده. يا نهار ابيض بصوا طلعوا بوش بقى كده. هنا بقى هننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح فلفل اسود ومكعب مرق هنا بقى، ولا قشطه ولا كريمه، لا هي البشاميل ده سكه ثانيه. بصي ادي الملح، طبعا مش هنكتر ملح ليه؟ لان احنا هنضيف مكعب مرق، وطبعا انتوا عارفين ان المرق فيه ملح، فمش هنضيف ملح كتير، ننزل كده عشان يدوب معايا. خلاص كده مدي تقليبه حلوه كمان ونسيبه معايا يتقل ويبقى زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الثوم احنا نزلنا بيه تمام، خلاص كده بقى هننزل بايه؟ مكعب زبده حلو. انت خدتي بالك ان احنا ما ضفناش اي ماده دهنيه خالص. هننزل كده في الزبده وننزل كمان بايه؟ بالبهارات. طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش اي وقت في التسويه، سواء كانت بقى لحمه كبيره لحمه صغيره ما بتاخدش وقت اصلا. معايا بقى البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود، ومعايا كمون، معايا كزبره، معايا بابريكا، ومعايا سكر. اللي انت بتعمليه ده هقول لك يعني هعمل ايه، يعني تتخيلي هعمل ايه؟ هنعمل عظمه كالعاده يعني. نعمل كده. السكر ليه؟ هقول لك دلوقتي السكر ليه. طبعا السكر غلي وهنحلي بايه؟ هنعمل ايه بقى؟ بصي معايا هنا الصلصه، ننزل بيها في النص كده. الصلصه دي بقى هتاخد الدنيا في حاجه تانية خالص تجنن. يعني ايه؟ يعني المعتاد ان احنا بنعمل الصلصه لوحدها وبنعصر اللحمه لوحدها وبنشتغل، لا بقى انا هعملها لك مع بعضها في حاجه واحده تبقى تحفه. شوفي دلوقتي خلاص البشاميل معايا بيتقل وزي الفل. طبعا انت في البيت بقى تبقي حاطه معاكي هنا الزيت وعماله ايه تقلي تقلي هنا وتعصجي هنا وتبشملي هنا ربنا يعيننا ويقوينا. بصوا ننزل كده بقى بالصلصه. ايوه كده. عرفتي ليه بقى انا حطيت السكر؟ عشان السكر هيخلي مفيش اي حموضه للجمال ده. انتوا عارفين الطماطم بتحب ايه؟ بتحب رشه من الكمون، وبتحب ايه؟ معلقه حلوه كده من السكر عشان ما يكونش فيه اي حموضه ولا فيه اي حاجه تتعبك. هندي تقليبه كده ونغطي الكلام ده ونسيبه براحته خالص على النار. شايفه الكميه؟ انها لا كميه وفيره. بصي كده تمام كده. هنا معايا البشاميل خلاص ما شاء الله بقى زي الفل. السمك يجنن. عايزه اقول لك ان انا من شويه الخضار ده هعمل لك دلوقتي 3 صواني، صينيه على البوتاجاز وصينيتين في الفرن. احنا ورانا ايه؟ هوريكي دلوقتي الجمال. وطبعا احنا بدانا من اول الحلقه، انا اعتمدت ما اجيبلكوش اللحمه متعصجه عشان اوريكوا انها مش هتاخد معانا اي وقت. انا دلوقتي كل اللي انا عايزاه ان اللحمه تاخد غلوتين اتنين بس مع ايه؟ الخليط الجميل ده. وهنجهز بقى دلوقتي الصواني ونبدا بقى نرصرص الشغل بتاعنا. بصي هنا خلاص البشاميل اخذ التماسك بتاعه وبقى زي الفل. يعني لو البشاميل جاي معانا بص الصبح شايفين كده بقى جاهز وجميل. وزي ما قلت لكم ولا هنستخدم كريمه ولا هنستخدم تمام ولا هنستخدم كريمه ولا هنستخدم قشطه ولا اي حاجه. احنا بقى ايه هنشيل بس الحاجات البسيطه دي كده عشان اجيب الطواجن اللي ورايا. بصي بقى يا ست عايزه بقى طاجن اسمه ايه ده؟
اسمه ايه؟ فخار ماشي، عايزاه بورسلين، عايزاه بايركس، عايزاه الومنيوم، عايزاه تيفال، اللي انت عاوزاه كله هيبقى زي الفل. لكن البايركس بيدي شكل حلو كده، انا بقى كساره بحبها زي ماما بتعملها. ماما بتعملها دايما في صينيه على البوتاجاز، تبقبق بقبق كتير، انا هعملها معاكم برده، وتغمسي بقى بالعيش البلدي. بص انا عايزاكي دايما تسيبي بصمه مع اولادك لحاجه انت بتعمليها، لو مهما كلوها ولفوا وراحوا ما ياكلوش الاكل الحلو ده الا من ايدك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا مثلا مهما بعمل انواع كيك بشتاق لصينيه الكيك اللي ماما بتعملها الكبيره دي وهي نازله سخنه وتعملي معاها الشاي بلبن. دايما مهما انا بعمل، لا انا هو ده من ماما. مهما بعمل اكل بشتاق لشويه الرز الشعريه من ماما مع معلقه البسله. عايزاكي انت كمان تسيبي بصمه مع اولادك، مع جوزك، مع جيرانك، مع حبايبك. ده انا اكلت من ايد ساره شويه محشي ما دقتش في حلاوتهم، ده انا اكلت من ايد ساره سندوتش كده كان فظيع، ده انا اكلت من ايد ساره شويه فول في رمضان يا نهار ابيض كانوا حكايه. فسيبي بصمه دايما، لازم تسيبي بصمه اي مكان. احنا رحاله، احنا كبني ادمين رحاله، النهارده انا في المكان ده، بكره انا في مكان تاني، بعده انا في مكان تالت. حاولي دايما تسيبي بصمه حلوه لما يجي اسمك او لما تيجي سيرتك الكل دايما يفتكرك بالخير. اه ده فلانه، ده ضحكتها بالدنيا وما فيها، ده طيبه، دي جميله، بلاش بقى دي بو دي سوسه، دي ميه من تحت تفن، مش عارفين انتوا الكلام ده. لا خليكي يعني على طبيعتك، خليكي على الفطره. بصوا الجمال هنا خلاص اهو، يلا بينا بقى، خلاص شايفين بتبقبق اهي معايا وتمام. هدي تقليبه واحده واسيبها تكمل بقبقه ويلا نرص ايه الصواني. خلاص كده معايا البشاميل كمان بقى زي الفل، انا ببعده كمان كده خالص على النار. يلا بينا بقى نرص الصواني الجميله بتاعتنا. يا رب، انا دايما لما باجي عند الوقت ده تلاقيني كده مقلقه، يعني بحس كده ايه بخيانه ان دلوقتي حالا هيتقال لك يلا يا صار. بصوا عارفين اكتر حاجه عجباني في البرنامج هنا ايه؟ محدش بيقول لي ايه مش انت اللي عامله الكلام ده. اول ما عملت البيج بتاعتي على السوشيال ميديا، اول ما عملت البيج على الفيسبوك واجي عامله الحاجه، على فكره ايدك اللي في اول ما شاء الله معانا كم محقق كرومبو كده بيتابعونا لطاف قوي. على فكره ايه يا روحي، على فكره مالك يا ماما، الايد اللي في اول الفيديو انت غيرتي صينيه الكيك. طب وهغيرها ليه؟ طيب يعني ليه الفرهده؟ هفرهد نفسي ليه انا بغير صينيه الكيك يعني؟ فاحلى حاجه في البرنامج هنا عجباني ان انا ما كله على الهوا. بصوا كده بقى، ايوه بقى، ايوه. نعمل ايه بقى؟ نجيب معانا بقى ايه الطواجن الجميله. يا ترى يا ساره تعملي ايه؟ بصي بقى كده، شايفه؟ شايفه ولا مش شايفه؟ شوفي حلو كده. هنعمل ايه بقى؟ سنه خل صغير، سنه صغير. المفروض الخل ده نضيفه هنا، بس انا مش عايزه نضيفه، هقول لك ليه برده. بصي بقى كده، حلو كده، حاضر. بصي بقى، المفروض نضيف هنا ايه شويه خل ونقلب، بس انا دلوقتي ناويه السلطه دي اعمل منها بكره مكرونه بولونيزي. يعني انا توقفوني في المطبخ النهارده وبكره لا طبعا، تاخدي لك بقى حله ثانيه وتاخدي فيها شويه لحمه مفرومه بالصلصه بتاعتها، وتاني يوم تسلقي شويه مكرونه وتقلبيها بطاطس محمره. كان الله بالسر عليم، ربع كيلو لحمه كفاكي يومين غدا انت والولاد. بصي بقى، فعشان كده ما ينفعش تضيفي خل، الخل ضيفيه في الصينيه على طول، عشان انا ناويه اعمل معاكم منها بولونيز. بصي بقى نعمل ايه، اتي معايا بقى، ادي رص بقى، رصي 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 رصي. بصي الجمال، اتنين بتنجان، فلفل احمر كده، فلفل اخضر كده، بطاطس جميله كده. عايزه اقول لكم ان انا ماليش خالص في البطاطس بتاعت صينيه المسقعه، بس كانت اختي، هي طبعا بتتفرج علينا دلوقتي، يا ماما انت عملتي صار البتنجان والفلفل وما عملتيليش ليه البطاطس؟ فكل واحد وليه ذوقه في الاكل. بصوا كده، لا عايزين نحط كمان شويه بطاطس. صينيه مسقعه يا نهار ابيض، تاخدك في سكه تانية، في عالم تاني، في دنيا. بصي كده، بصوا البكبكه دي بقى ريحه المطبخ، لا حلو كده. بصي بقى ادي، اعمليها وهتدعي لي. بصي الكلام، بصي الكلام، الكلام ده كبير قوي. بصي بقى معايا هنا شويه بتنجان تاني، انا بموت في البتنجان الدايب ده، ويا سلام بقى لما تبات، انسي بقى الدنيا. على فكره انا عايزه اقول لكم، لما بعمل مسقعه انا بفطر منها وبتغدى منها بتعشى منها. انا بعيش حياتي يومين كاملين مع المسقعه، بموت فيها.
انا قصدي ان انا اعمل كده لان انا بحب البتنجان. بصوا جميله كده، ونحط الفلفل بقى في النص لان احنا كده كده اوريدي عملنا ايه في الطبقه الاولى. بصوا الكلام، نهار ابيض. ونعمل ايه شويه كمان كده، ايوه كده. نعمل ايه كمان؟ ننزل بقى بالبشاميل. بصي انا بقى نفسي اعمل حاجات بس بيقولوا ممنوع، يعني بصي انت في البيت امسكي الحله وروحي وتعالي كده، يا نهار ابيض. بس هنا ممنوع. بصي كده اعمل لكم لايف لما اروح وامسك الحله زي ما انا عايزه. بصوا بقى. بصوا الجمال، محدش قال لك اعملي دايت. بصوا كده، ايه رايكم بقى، ايه رايكم بقى، ايه رايكم بقى، يا نهار ابيض. كتري بقى، كتري ودخليها بقى الفرن. وعايزه اقول لك ان هي مش هتاخد معانا وقت خالص، وهنيجي نعمل صينيه كمان نفس الصينيه بنفس الرصه وهندخلها الفرن بس بدون اضافه البشاميل. يلا بينا على الفرن، مش عايزين نضيع وقت. شفتوا امبارح ربنا جبر بخاطرنا ازاي، وصينيه المكرونه بالسجق طلعت معانا زي القمر ازاي. يلا بينا، يلا يا روح قلبي. تمام كده، ايوه. بنسى، نيجي كده، نيجي هنا نعمل كده. حوادث المطبخ ياما، حوادث المطبخ ياما بتحصل. انا عايزه اقول لك المطبخ ده بيحصل فيه عظمه، صوابع بتطير، حاجات بتتقطع. بصي بقى الصينيه دي هنعملها، وهنعمل ايه بقى، هندخلها الفرن بس بدون اضافه ايه، البشاميل. عايزه اقول لك بتبقى تحفه، والفلفل الحامي فيها بقى يا نهار ابيض. وعايزه اقول لك بقى ايه، بتقعد تاخد وبتدي كده مع الصلصه، تاكليها بقى مع عيش بلدي، تاكليها بقى مع عيش محمص، احنا محمصين عيش برضو. بصوا جمال الحاجه، يا ربي على الجمال، يا ربي يا ربي على الجمال كده. طبقه كمان، طبقه كمان كده. وهنعمل ايه بعد الطبقه الثانيه؟ هنرص نفس الرصه وندخلها الفرن، ونعمل ايه، نعمل ايه، هنروح فاصل صغير ونرجع لكم. فاصل ونوصل. ورجعنا لكم من تاني. الفرن فيه ايه؟ فيه صينيتين، صينيه مسقعه بالبشاميل وصينيه مسقعه باللحمه المفرومه بدون بشاميل. وكمان معانا هنا طاسه او صينيه صغيره بتبقبق، دي اللي انا بحبها بقى من غير فرن ولا حاجه. ومعانا مين تاني غير المسقعه؟ معانا دكتور ساره المهدي، اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي هتاكل معانا المسقعه. شرفتينا ونورتينا. الحمد لله. ازيك يا شيف ساره؟ عامله ايه يا روحي؟ انا شم الريحه. ايه الاخبار؟ عايزه اتكلم. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه، يا رب دايما بخير. انت النهارده قلتي لي يا ساره انا جايه احكي لك قصه، وعايزين نشارك معانا واحنا بنحكيها المشاهدين. قولي لي بقى ايه القصه اللي انت جايه تحكيها النهارده؟ هي قصه متعلقه بمرض السمنه. بنوته كانت بعتت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، اسمها منى، على صفحه وان دايت، وقالت انا عايزه احكي لكم قصتي وحلها لي، وعايزه اوصل لحل سريع لان انا ابتديت ازهق. قالت انا عندي 26 سنه، كان وزنها 119 كيلو، طولها 162 كيلو. قالت ان هي قضت فتره معاناه في المدرسه، كان على طول التنمر عليا، كانوا بيسموني، يعني سوري ان هي قالت ده بس كتير بنسمعها، كانوا بيسموني الدبدوبه التخينه. كان صحابي ما رضوش يلعبوا معانا، بيقولوا اصل احنا بنجري اسرع منك، اصل انت تخينه قوي. حتى كمان وصلت لغايه هي لما بتروح المحلات وتبقى بتدور على مقاسات، كان يقولوا لها لا ده مش مكانك، روحي محلات مقاسات خاصه. قالت لي الكلام كان بيوجعني، حاولت محاولات كتيره بائسه وفاشله، عملت دايت، عملت حرمان، كنت انزل 10 كيلو وافرح ارجعهم تاني وارجع ازيد. وفي الاخر حياتها المهنيه وقفت على ان حتى العرسان لما بيجوا تقدموا لها، قالت جيت مرحله الجواز، العرسان لما كانت بتيجي تتقدم لا ده رفضوكي عشان انت مليانه شويه، اصل كان عليه تعليق صغير، اصل انت مليانه، اصل انت زايده في الوزن، اصل البنات كده كده بعد الجواز بتتخن، فانت هتتخني عن كده هتروحي فين؟ فالبنت بصراحه حالتها النفسيه كانت وحشه جدا، وكانت كاتبه رساله طويله. تابعت معانا الكورس من 119 كيلو
نزلت لغاية 85 كيلو في 4 شهور ونص بكورسات الأناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل مع وان دايت ودايت لايف. حلو الكلام ده، برافو ما شاء الله. فدي كانت 4 شهور ونص. 4 شهور ونص من 119 ل 85. منى اكيد سامعانا لان انا كنت استاذنتها ان انا احكي قصتها على الهواء، قالت يا دكتوره ما عنديش مانع، انتوا رجعتولي ثقتي بنفسي، انتوا خليتوني احب نفسي، حتى خليتوني اختياراتي، قالت انا رحت كل المحلات، نزلت كل البراندز، بقيت البس اصغر من مقاسي، يعني حتى بتقولي انا بلبس دايما لارج واكس لارج، كانت الاول مقاسات بقى الدبل اكس، قالت بقيت دلوقتي لا انا بحلم ان انا البس الميديوم والسمول. فان انت تخليها تحقق حاجه من الحاجات دي، ان هي تكون مرغوبه كمان، ان هي تبتدي تمارس حياتها المهنيه عادي، لو فيها رسام بتقدموا لها ما بيبقاش في تعليق على انها اصل انت زايده في الوزن، طبعا ده غير الثقه رجعت فيها. طبعا رجعت ثقتها في نفسها، ده النفسيه. والموضوع سهل، ومش منى بس اللي تقدر ان هي تنزل في الوزن، اي واحده دلوقتي بتقول يا رب وبتاخد اول خطوه بتستمر والدنيا بتبقى كويسه جدا. اهم حاجه ان احنا نشوف حاجه تقوينا، وانت دلوقتي قلتي ان منى عملت ايه؟ اخذت الكورس. اخذت الكورس ومشيت، فضلت على الثبات وان هي عايزه تستمر، مش شهر، قعدت 4 شهور ونص لحد ما ايه؟ نزلت ولسه برده مكمله. لسه. طيب الكورس بقى اللي منى اخذته ده انا عايزه اعرف بيتكون من ايه؟ الكورس اللي منى اخذته ده بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ هي منى ابتدت معانا بكورس ال3 شهور اللي هو كبسولات الاناسيليوم وكبسولات الماجيك بوكس وكبسولات الفينيل. مبدئيا انا عايزه اقول لكم ان الكورس ده عليه خصم 70%. انتوا عارفين طبعا، مبروك على المتسابقه اللي طلعت رحله الاقصر واسوان وسحبنا السحب هوا، وكانت مبسوطه وسعيده، وان شاء الله هتطلع لنا لايف وتصور لنا فيديوز من الاقصر واسوان. النهارده دايما مطبخ البلد انطلاقه لاي مسابقه لينا، خصم 70%، كورس ال3 شهور عليه مسابقه هديه، المره دي رحله عمره. حلو قوي الكلام ده، جديد الكلام ده، جديد. ادخل عمرة. بس الصينيه تحت الفرن واجي. احنا طلعنا صينيه مع بعض اهو، والثانيه حطيناها تحت شويه، واسمع بقى كده ايه ده، ما شاء الله الموضوع ده جديد، انا لسه اول مره دلوقتي حالا اسمعه. لسه عمرة. دلوقتي عاملينه، يعني احنا لسه دلوقتي الشركه مبلغاني دكتور ساره، المسابقات فرحت ناس كتير، ناس كتير انبسطوا لبعض، يعني ناس كتير جدا، كان الاقبال شديد جدا على كورس ال3 شهور. انا اسفه اني بقطعك، بس هي لحظه البكبكه دي مش هتتكرر تاني. ايوه بس فاحنا لازم دلوقتي، يعني ايه رايك في البكبكه دي؟ انا شامه وشايفه. شايفه. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه لاول مره في مطبخ البلد؟ انت قلتوا الكلام ده ولا اول مره في مطبخ البلد؟ اول مره. اول مرة. لحظه، اول لحظه في مطبخ البلد، هناكل وهنخس، وطلعنا رحله جميله جدا، وهنطلع كمان ايه؟ عمره. ايه الشروط بقى العمره؟ يعني عرفيني ايه الشروط يعني عشان ده يحصل. ابتداء من النهارده كلنا، كل اللي بيحلم بالوزن المثالي، كل اللي عنده زياده في الوزن، كل اللي عنده سمنه، سواء انت او مامتك، باباك، الجد، جدتك، عندك طفل عدى سن البلوغ 12 سنه، الكورس امن، مرخص من هيئه وسلامه الغذاء، يعني خديه وانت مطمنه، بتاخده كبسوله واحده بس الصبح. عايزه اقول لك غير انه خصم 70%، هو الرحله السحب على كورس ال3 شهور خصم 70%، كلهم هيبعتوا الفاتوره اللي اشتروا بيها الكورس اللي هو خصم 70%، يبعتوها على الارقام الموجوده على الشاشه على الواتساب او على صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. حلو قوي الكلام ده، يعني انت دلوقتي ان شاء الله مؤهله ان انت تكسبي رحله العمره، تعملي ايه؟ هتشتري كورس 70%، يعني مش ال 50 ولا ال 40، لا هو 70%. الثلاث شهور. الثلاث شهور هتشتري كورس 70%، وطبعا بيجي لك مع الكورس ريسيت، انت هتصوري الريسيت ده وهتبعتيه على الواتساب بتاع اللي انت اصلا اشتريتي منه كمان، او كمان البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف، وانت كده اوريدي دخلتي معانا مسابقه الرحله العمره، وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخديها. او يكرمك يا رب. او يكرمك. المره دي احنا المره اللي فاتت كانت متسابقه راجل بنوته، وطلع معاها جوزها. ايوه، لان احنا طلعنا مرافق هديه معاها. ان شاء الله المره دي يكون من سعداء الحظ حد يعني يعتمر من الرجاله الفانز بتوعنا، لانه دايما بيبقوا متخيلين ان اللي بيخسوا بس الستات. انا عايزه اقول لك ان احنا ستات ورجاله واطفال، قاعدتنا كبيره الحمد لله. احنا عدينا لاكثر من 15000 حاله
خست معانا بنتائج مبهره جدا والله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يبارك لهم يا رب، ودايما في زياده للقاعده بتاعتنا وزياده لعدد المرضى اللي بيدعوا لنا في التخسيس وانقاص الوزن. بجد احنا بنسمع يا شيف ساره كم دعوات وبيدعوا لك، بيقعدوا يقولوا ربنا يبارك للشيف ساره، احنا كنا متابعين البرنامج، احنا خدنا الكورس من خلال مطبخ البلد. انا بجد مبسوطه بالدعوات دي، بتديني طاقه ان انا اقعد افكر مع فريق العمل، اقعد افكر معاهم، اه طب احنا عايزين نعمل لهم مسابقات، احنا عايزين نعمل لهم حاجات مشجعه ومحفزه اكتر. وانتوا كمان ما بتدفعوش غير تقريبا تلت الكورس. ايوه تلت ثمنه. أيوة. يعني انت بتاخدي خصم 70%، عليه كبسولات فيتامين د هديه، عليه كريم شد الترهلات المدعم بالقهوه والكافيين هديه، عليه كمان الشحن مجانا والمتابعه مجانيه، وهتدخلي سحب على رحله العمره. وبرده خصوماتنا موجوده على باقي الكورسات، اللي عايز خصم ال 50% كورس الشهرين هتوصلك كبسولات الانسيليوم وكبسولات الماجيك بوكس، وعليها برده كبسولات فيتامين د وكريم شد الترهلات هديه، والشحن مجانا وكمان المتابعه مجانيه. وفي كورس ال 40% خصم ال 40% اللي هو الشهر الواحد، عشان اللي عايزه تخس الكيلوات العنيده اللي هي زايده من 5 كيلو ل 10 كيلو او حتى 15 كيلو. احنا كورساتنا بتجيب نتيجه من اول اسبوع، كورسات وان دايت ودايت لايف بتخسس من اول اسبوع. يعني لما بنقول دي اضعف حاله خست بنبتدي من 2 كيلو ونص. حلو قوي الكلام ده. طبعا دلوقتي احنا عايزين نطلب الكورس اللي دكتور ساره المهدي بتقدمه لنا، هتطلبيه عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه الاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت، صح ولا ايه؟ صح صح. طيب صح. احنا دلوقتي شرحنا كورس ال 70%، صح؟ طب ايه رايك نكمل بقيه عروضنا؟ معانا ايه تاني غير ال 70%؟ معانا عرض الشهرين اللي هو كورس الخصم ال 50%، الانسيليم كبسولات الانسيليم وكبسولات الماجيك بوكس. المواد الفعاله كلها مواد طبيعيه، عشان في مرضى بتقولي طب انا مريض الضغط، طب انا برضع، طب انا عندي باخد ادويه كتير، مرض السكر، انا عندي اللهم احفظنا الناس اللي هي عندها الكيموثيرابي والكيماوي، بيجوا بيقولوا لي احنا خسينا قوي وبعدين لما الحمد لله تعافينا رجعنا ناكل بكميه كبيره، لان مرحله التعافي من المرض ده بيفتح شهيتهم في التعافي، فتبتدي تقولي لا انا مش عايزه اتخن. في بنات كتيره عندها مشاكل نتيجه السمنه، تكيسات على المبايض. يعني اي ام بتسمعني، بنتك في سن ال 20، بنتك ابتداء من 12 سنه عندها زياده في الوزن، احمي مستقبلها، لان التكيسات الدهنيه على المبايض دي بتقلل فرص الانجاب. بنات كتير سمعاني فرص الانجاب عندها قليله نتيجه ان الدكتور بيقول لها، دكتور النساء بيقول لها عندك تكيسات على المبايض. ما دي دهون، دي دهون زياده في الدم راحت تكيست على المبيض. طب ليه؟ احنا عايزين يبقى بصحتنا وعايزين نخسر في الوزن، مش عايزين نكون عرضه لاي امراض مزمنه. 80% من الامراض المزمنه نتيجه السمنه، ارتفاع ضغط الدم نتيجه السمنه، ارتفاع الكوليسترول والترايجليسترايد والدهون الغير ثلاثيه، لخبطه انزيمات الكبد، الغضاريف، المفاصل، خشونه الركبه. اكسبوا صحتكم. ده كورس الخصم 50%، هيوصل لكم كبسولات الانسيليم وكبسولات الماجيك بوكس. وطبعا البنوته اللي عايزه تخس من 5 ل 10 كيلو في برده خصم 40% على كورس الشهر. حلو الكلام ده. يعني احنا بصي دايما بنطلع لك بخصومات، احنا ما ينفعش ندخل كده عارفه اللي هو هتاخدي منتج خصم 40%. طب احنا دلوقتي قلنا العروض، ايه بقى الهدايا؟ الهدايا يعني احنا قلنا العروض ولا ما فيش هدايا النهارده ولا لا ايه؟ لا في هدايا، في هدايا. كل كورس على فكره عليهم كبسولات فيتامين د، لان كل اللي متابعيني عارفين ان فيتامين د مهم جدا في زياده سرعه الحرق، في اعاده الميتابوليزم بتاعت الجسم. عارفه بنعدل المعادله الكيميائيه اللي موجوده في الجسم، بنعدل الايكويشن تاني. فيتامين د مهم جدا كمان لتساقط الشعر، للرموش، لنضاره البشره، لشد الترهلات. مش بس كده، ده كمان عليه كريم شد الترهلات المدعم بالقهوه عشان شد الجلد، ما نبقاش احنا بعد ما خسينا جلدنا مترهل، بشرتنا مش نضره، احنا عايزين نخس بصحه امنه. دايما انا عارفه دايما يا شيف ساره بقول ثلاث شعارات، احنا هنخس بافضل النتائج في اسرع وقت، اقل تكلفه، وسحب وخصومات وهدايا ورحلات عمره. كلمونا على ارقام التليفونات وادخلوا السحب على رحله العمره. يا رب يا رب كلكم تكونوا من سعداء الحظ. على فكره احنا مسابقتنا مش هتقف، احنا مسابقتنا مستمره، انتوا بتشجعونا وبتدونا دفعه. تابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، ادخلوا اسالوا على العروض، عايزين عرض الثلاث شهور، عندكم خصم 70% عشان تدخلوا سحب على رحله العمره. ممكن انت تشتري الكورس المنطق وتخليها تدخل السحب باسمها وتكسبيها رحله عمر. يعني هتخسي، تخيلي بقى تخسسها في الوزن وكمان تقول لها يا ماما انا كمان كسبت رحله عمر. مش بعيده، انت بس قولي يا رب. وعلى فكره يعني اللي بيسعى للحاجه وبيدعي دايما بتتحقق، زي ما دلوقتي حالا هتشوفوا صور ناس كانت معانا ايه وبقت ايه.
يعني الناس دي ما كانتش متخيله ان هي هتوصل للي هي وصلت له دلوقتي. يلا بينا نشوف الحالات كانت ايه وبقت ايه. والله يا جماعه هم اخواتنا واصحابنا وقرايبنا، اخوكي ابوكي اختك صاحبتك، هم اللي معانا الحالات دي، مش حد غريب يعني، احنا مننا فينا كلنا مع بعض، اسره مع بعض. يلا نشوف صور الحالات. معانا اول حاله كان 87 كيلو بقى 65 كيلو، خسر 22 كيلو في شهرين ونص. شابو بذمتك يا شيف ساره، دي مش معجزه؟ طبعا ما شاء الله معجزه، ده معجزه في الشكل. بصي هو كمان مصور نفسه من الجنب شايفه، وشهرين ونص. والله العظيم اللي بيعملوا العمليات الجراحيه ما بينزلوا الكيلوات دي من اول شهر، من اول ما يطلعوا من العمليه. أيوة. بيقعدوا فتره كبيره، بيقعدوا سنه وبيقعدوا ست شهور، بيقعدوا فتره كبيره، وكلنا عارفين الاثار الجانبيه، وكل الدكاتره اللي بتعمل العمليات الجراحيه بيقولوا دايما في الاول ابتديت تخس طبيعي، طب انت عملت كورسات، طب انت خسيت دايت، طب عملت رياضه. احنا بنخليها دي اخر مرحله، ان احنا خلاص ما يقوس منها. لكن ليه ما يقوس؟ احنا كل يوم العلم والدواء والطب والمواد الفعاله بتتقدم والاكتشافات بتتقدم طبعا، وكلها منتجات مرخصه يا شيف ساره. طبعا يا دكتور. وطبعا شفتوا معانا الترخيص كان معانا من شويه على الشاشه. يلا بينا نشوف الحاله اللي جايه دي، كمان كانت 97 كيلو وبقت 60 كيلو. طبعا واضح ان السمنه في المنطقه دي ما شاء جسم الله، جسم الكمثري باين قوي ان هو شايفه جسم الكمثري. 37 كيلو يا دكتور في اربع شهور، 37 كيلو في اربع شهور. لا انا هسمع ردك. برافو برافو، انا هسمع ردك. برافو، هقول ايه بس؟ برافو فعلا. جسمها الهيكل من الحاجه بقت بنوته. انت عارفه كان عندها كام سنه؟ السكر دي واضح في الصوره وهي 60 كيلو ان هي حد صغير. هي 26 سنه. 26 سنه، المنظر كان يعني 26 سنه لو انت شفتيها قبل وهي 97 كيلو حسبي يا حاجه. عدينا يا حاجه. طبعا محدش بيديها سنها، ما هو بالظهر بقى. وكانت بصي لبسها طبعا هي، خلي ما اقولكيش بقى اللي بتبقى زايده شويه في الوزن ولابسه عبايه بقى، عارفه انت العبايات الجميله اللي هي السمراء دي؟ يعني الناس اللي كانت عايشه بره دايما بنحب نلبس عبايات سودة كده خليجي وبتاع. ما اقولكيش بقى العبايه دي مع مع الوزن. يا امي امي مين يا ابني انت؟ يلا بينا على الحاله اللي جايه. كان 84 كيلو بقى 68 كيلو، يعني خسر 16 كيلو في شهرين. برافو. طب مفيش كلام يتقال. دايما المعدل اللي احنا بنقوله، في ناس كتير بتسالني يعني دايما الشيف ساره اول سؤال هي النتيجه امتى؟ ايوه صح. سد الشهيه من اول يوم، الكميات من اول يوم. والله يا شيف ساره والله والله من اول يوم. انت عارفه ان انا جربته؟ انا جربته عشان انا انا دكتوره وعارفه المواد الفعاله وبتعمل ايه، بس عارفه بقى اللي هو ايه؟ هو طبخ السم لازم يتوقف. ايوه صح. كنت واخده كبسوله. والله انا قعدت 3 ايام، انا اصلا كمياتي قليله، قعدت 3 ايام لا انا عايزه اكل، طب هدوخ هموت. 3 ايام ما اكلتش حاجه. هو فعلا بيقلل الشهيه جامد جدا. يعني الناس اللي عندهم نهم السكريات، حب الاكل الزيوت، الناس اللي بتحب الجنك، في ناس عندها بقى عقده البيبسي والشيبسي اللي هي المياه الغازيه والبطاطس المحمره. ما اعرفش ابدلهم. ايوه صح. تقولي انا ما ينفع، انا ما ينفعش، دول في ايديا، دول في ايديا. طبعا بغض النظر عن مشاكل هشاشه العظام والمشاكل اللي هي بتاثرها في زياده في الوزن، كمان يا ريتها صحيه، مش هنقول زايدين سمنه بلدي بقى ومتربيين على الفطير المشلتت، لا ده هم زايدين للاسف دهون ثلاثيه. ايوه. سكر زياده. أيوة. عرضه لهشاشه العظام. عرضه لمرض السكر. صح. عرضه لالتهابات المراره، لحصاوي الكلى. يلا بينا نشوف اخر بنوته معانا. شوف السكر بقى، هي لابسه نفس الاوتفيت. انت تقريبا قلتي العبايه، العبايه ما حرمكيش. لا ده بلطو. لا انا عارف العبايه بقى، ده بلطو. بلطو هنا وهنا بلطو. يعني لبست نفس البلطو. ايوه لبسه نفس البلطو. ما انا بقول لك نفس الاوتفيت. كانت 85 بقت 65، خست 20 كيلو في شهرين. يعني حلو جدا. 20 كيلو في الشهر، يعني كيلو ونص في الاسبوع. نتيجه فوريه من اول اسبوع، بنزل على الميزان وبيتغير المقاس. وعاجبني انها لابسه نفس الاوتفيت. يعني كانت ايه ونفس برافو، بيبقى حلو قوي الكلام. بالنسبه لهم تحدي. ايه رايك تقولي لي شويه كده كمان على العروض بتاعتنا والخصومات بتاعتنا الجميله اللي دلوقتي انا قاعده بتفرج دلوقتي على قناه صدى البلد وشايفه شيف ساره سمير عامله مسقعه ومعاها دكتور بتقول لك تخسيس. تخسيس. الكورس بتاعنا مش بيخليكي ان انت، مش الكورس بتاعنا مش بيقول لك احنا بنحرمك، انت لازم تقومي دلوقتي حالا تاكلي كوسه مسلوقه خالص. على فكره انت هتاكلي كل اللي نفسك فيه بس بكميات صغيره، بس زي ما انا قلت لك احنا عايزين نستفاد اكبر افاده من الكورس بتاعنا. يعني ايه؟ الكورس دلوقتي بيعمل ايه؟ وطبعا انا بحب اقول كل حاجه صريحه علشان يبقى الموضوع كله شفافيه. الكورس دلوقتي بيخليكي تسدي الشهيه، انا بقى الحبه اللي قادره اكلهم دول، اروح اي مواقف بطاطس مقليه؟ لا. انت بقى تروحي عامله ايه؟ احنا عاملين مسقعه النهارده فيها مقلي. تعملي ايه بقى؟
تحطي شويه سلطه زي ما احنا عاملين كده، شويه جرجير، قرنين فلفل مع الاكل المسقعه بتاعتك. هتلاقي نفسك عقبال ما اكلتي وحدتين جرجير لسه بتاكلي معلقتين مسقعه، خلاص شبعتي. هنا بقى التحاير والذكاء بتاعك انت بقى كانثى كمرأة. ليه في ناس بتاخد الكورس بتاعنا وبتنزل في الشهر 15 كيلو و12 كيلو و10 كيلو، وفي ناس بتاخد الكورس وتخس 4 او 5 كيلو؟ كده كده اللي بياخد الكورس بيخس على النظام برضو اللي انت بتتحدي نفسك، صح ولا ايه؟ صح. ان انا دلوقتي امبارح كنا عاملين مكرونه بالسجق، يا شيف ساره ازاي؟ لا، انت حطي طبق المكرونه بالسجق بس اعملي لنفسك طبق محترم حتى عشان تحسي ان انت مهتمه بنفسك. يا جماعه زمن ان احنا دلوقتي ناكل ورا الولاد خلاص انتهى. انت حطي لكل واحد من الولاد الاكل بتاعه على قده، وطبقك انت كمان يبقى شكله جميل ولطيف، شويه مكرونه بس تكتري السجق لنفسك لانه بروتين، وحطي بقى شويه سلطه، هتلاقي نفسك اكلتي الطبق ده وشبعتي، لان الكبسوله فعلا بتخليكي بتسد الشهيه وبتقلل الشهيه، فاكلتي حاجه مفيده وتستغلي اكتر وقت واكتر استفاده من الكورس بتاعنا، صح ولا ايه يا دكتور؟ صح. ولا صح انا مش لا لا صح يا شيف ساره، اللي انت بتقوليه ده صح جدا. ولازم كمان ما ينسوش الطبق المثالي للوجبه اللي هي التلت التلت التلت، تلت خضار، تلت البروتين، تلت النشويات، النشويات الصحيه. الكورس بتاعنا بيعتمد على ان احنا بناكل كميات اقل، لا حرمان، لا لاي نوع من انواع الاكل، ولا لانواع خضار او فاكهه معينه، لا احنا ضد ان انت تحرمي نفسك، لان الجسم بيعمل سيستمايز ان هو بيبقى مستسلم، انا كده داخل مجاعه فهضطر ان انا اخزن كل حاجه في اي لحظه، انت غلطتي وكلتي اي حاجه في عيدون فبيخزنها كلها، فده غلط. انت كده بتلعبي، عارفه كانك بتلعبي في الترمستات الكمبيوتر بتاعك او الجهاز بتاعك. لا احنا ناكل كل حاجه، ولما بناكل كل حاجه بكميات اقل احنا سرعه الحرق بتاعتنا بتزيد بالعكس. وكمان الكورس بيساعدنا على زياده سرعه الحرق، بيساعدنا على سد الشهيه، بيساعدنا على ان انا انزل في المقاس وانزل على الكيلو. ما عليكم غير ان انتوا تبعتوا لنا على ارقام التليفونات على الواتساب، قولوا ايه مشكلتكم واحنا نقول لكم انهي كورس مناسب ليكم. احنا في ثلاث كورسات، كورس الخصم 70% اللي هو كورس الثلاث شهور، كورس الشهرين خصم 50%، كورس الشهر خصم 40%. حلو قوي الكلام ده. بمناسبه بقى الواتساب، ايه رايك ناخد شويه ريفيوهات كده سريعه مجازا كده، ريفيوهات الناس معانا وهم بيتكلموا نتواصل معاهم. ويا جماعه في ناس كتيره جدا باعتين على رسائل الصفحات ان احنا طالبين الكورس ولسه ما جاش، علينا ضغط، في ضغط قوي هيتم الرد عليكم والكورسات هتجيلكم، ما تقلقوش كل حاجه تمام. معانا اول ريفيو، ازاي حضرتك؟ انا من يوم 26/11 مخلصه الكورس والحمد لله الوزن 80، ولخبطت بقالي 4 ايام وهرجع تاني امشي على نفس الانظمه، ممكن لو في نظام عشان امشي واحافظ على الوزن ده؟ وانا نزلت عدد عدات الخطوات، هعمل 8000 في اليوم باذن الله. ايه عدات الخطوات ده؟ في بنات بتحب تبقى عايزه تمارس رياضه جنب، عايزه تزود يعني بيخشوا تحدي، ايه ده هو انا نزلت 8 كيلو اول شهر؟ لا ده انا عايزه انزل 10 كيلو 12 كيلو. فبيبقى في زي جهاز كده، زي عارفه الجهاز السبحه اللي هو بالخطوات، السبحه اللي هي عندي على التليفون. في بقى ابلكيشن خطوات، وفي كمان ساعه لبعض السمارت ووتشز بيبقى في ساعه بيقول لك انت مشيتي كام خطوه، حرقتي كام كالوري، فهي ماشيه على عداد الخطوات، بتمشي 8000 خطوه. الساعه موجوده وعمري ما شفت الكلام ده ولا عملته، شايفاها؟ لا ازاي، ده كمان بتطلع البالس، بتطلع النبض بتاعك، ممكن تطلع الهارت ريت. أيوة. بتطلع كمان، ده في ساعات دلوقتي بتقول لك نسبه المايه في جسمك قد ايه. خلاص. وبتقول لك انا حابه اشكرك جدا على تواصلك معايا، صباح الخير مساء الخير، حلو صباح الخير مساء الخير دي يعني حسب ما تشوف المسج. الفريق الطبي مع حضرتك، اقدر اساعد حضرتك بايه؟ كنا كام قبل الكورس وبقينا كام دلوقتي؟ كنا 97 وبقينا 80. برافو 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 برافو. 97 كيلو. بصي احنا 80. اقل حاله عندنا 10 كيلو، اقل حاله 10 كيلو في الشهر. كده بقيتي كام وكنتي كام؟ انا كان وزني 115 بقيت 99. حلو قوي. خلال قد ايه؟ شهر واسبوع. من 115 ل 99 يعني تتكلمي ده رقم 16 كيلو 10 16 كيلو في شهر واسبوع، شهر اقل من شهر ونص. حلو قوي قوي الكلام ده، بجد انا مبسوطه من الريفيوهات دي وعايزه ريفيوهات اكتر واكتر عشان اشوف الكلام ده، بجد حاجه لطيفه ولذيذه جدا. احنا الفريق الطبي بيتعب جدا في الردود على العملاء. انا مبسوطه ان الناس مبسوطه. ايوه الحمد لله ما فيش ولا حاله قالت لنا ان هي ما خستش، بالعكس اقل حاله عندنا بتخس 2.5 كيلو. ما عليكي غير انك انت تقولي لنا، تكلمينا على رقم التليفونات او تبعتي لنا على صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، وتقولي لنا مشكلتك ايه، زايده كام كيلو عشان نقول لك ايه هو الكورس المناسب. لو انت زايده
من 20 ل 30 كيلو واكتر من 30 كيلو، يبقى انت كورس الثلاث شهور ما تتردديش، تاخدي خصم 70% وادخلي السحب معانا ابتداء من النهارده لغايه يوم 6 يناير على رحله عمره. حلو الكلام ده، احنا نعمل ايه؟ هنطلب كورس 70% بس الثلاث شهور. طب انا مش محتاجه كورس 70% وعايزه ادخل في المسابقه. صاحبتك هاتي الكورس اقسميه مع صاحبتك مع جارتك مع اختك واستفادوا بيه بالعرض. بالعرض صح ولا ايه؟ صح صح يا شيف سر. احنا دلوقتي قلنا عرض 70%. أو يلا بينا بقى ايه ناخد نبذه كده عن كورس ال 50% الجميل اللي هو انت يعني كورس الخصومات. انا مسميهم كورس الشهور، يعني انا ده كورس الشهرين، انت لا كورس ال 50%. كل واحد بيحب يسمع الحاجه اللي بيحبها. صح. انا عايزه اقول لك شهر نوفمبر ده كان معايا شهر يعني الناس كلها بتقول لك ده شهر جميل وبنستناه، انا بالنسبه لي بستناه وبطلع منه ابيض. لان دايما بحب العروض ودايما بحب الخصومات، فدايما تلاقي في نوفمبر ان في عروض وخصومات وايت فرايداي. صح. انا بقى بحب دايما في مطبخ البلد نكون مع بعض، بصوا مطبخ البلد على طول وايت فرايداي. صح ولا ايه؟ صح. احنا طول السنه وايت فرايداي. فعلشان كده بحب جدا كلمه خصومات، معانا عرض 70% تدفعي لو مثلا الكورس عامل 300 جنيه هتدفعي 100 جنيه، معانا عرض ال 50% لو الكورس عامل 100 جنيه هتدفعي 50 جنيه، معانا عرض ال 40% لو الكورس عامل 100 جنيه هتدفعي 40 جنيه، يعني بالنسبه لي 60 جنيه. فحاجه لطيفه جدا، فعشان كده بحب دايما اقول لك خصومات. خصومات يعني وعروض، كلنا بنحب الكلمه دي، واحنا كستات ايه ده خصومات وعروض؟ والله انا عايزه اقول لك يا شيف ساره، ساعات الواحد بيشتري الحاجه بيقول يمكن يحتاجها عشان بس على عرض. ايوه يعني دايما في بنات كلمونا دول عاملين ما شاء الله جروب دايت وجروب على فكره يا دكتور احنا عاملين جروب، احنا ست بنات في الشغل. أيوة. وابتدينا مع بعض الكورس وعاملين واتساب جروب لينا. قلت لهم طب دخلونا معاكم عايزين نشوف. عارفه واحده تقول لها ها انت خدتي الكبسوله الساعه كام؟ تقول لها انا 9:30 على ما جيت الشغل. لا ده انا نسيت. ايه ده كويس يا بنات فكرتوني. بيفكروا بعض. اول ما نرجع من الفاصل على طول هقول لك على موضوع الجروبات ده، يعني هقول لك على حاجه كده حصلت معانا. انا كده كده ما بشبعش كلام مع ضيوفي، وبصراحه لما بنخلص الحلقه بنطلع بره في الريسبشن نكمل كلام. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني ومعانا ايه بقى؟ صينيه مسقعه باللحمه المفرومه، انما ايه؟ تستاهل بقكم. بصوا الجمال. ومعانا ايه كمان؟ بصوا هنا بقى الحلاوه اللي انا بحبها بقى. بصوا يا لهوي على البكبكه بقى، عماله تبكبك تبكبك. بصي بصوا نبص الاول هنا. بصوا هنا الاول يا جماعه، انا مش عارفه اخليكم تبصوا فين ولا فين. بصوا الحلاوه بقى وهي واخده بقى الوش من فوق. يا نهار ابيض بقى، صينيه مسقعه باللحمه المفرومه عسل. بصوا بقى نروح للتانيه بقى كده. بصوا بقى البكبكه، انا ما رضيتش اشيلها لما تشوفوا البكبكه بتبكبك، هي بتبكبك في قلبي. البكبكه دي بتنزل في قلبي انا على طول. بصوا الجمال. يا نهار ابيض، انا بقى بحبها كده بدون ايه؟ انا بحبها كده بدون فرن. فظيعه. عايزه بتحطيها في الفرن تمام، عايزه تديها وش بشاميل تمام، اللي انت عايزاه. يا سلام بقى كده لما تقدميها مع شويه حش محمص كده. بصوا يا نهار ابيض، شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ ومش هقول لك بقى ما تخافيش، احنا النهارده بشويه البتنجان والفلفل والحاجات البسيطه دي، وزي ما قلت لك الكميه دي كلها بنص كيلو من اللحمه المفرومه. نص كيلو من اللحمه المفرومه عملنا ثلاث صواني، دي عزومه، دي مش عيله. العيله هتاكل صينيه واحده وهيتبقى معاها شويه عشان تاني يوم تسلقي كيس مكرونه وتحطيها على اللحمه المفرومه وتتغدى. شايفه الموضوع اقتصادي ازاي؟ اقتصادي جدا، زي ما دايما بقدم لكم الكورس الاقتصادي بتاعنا، يعني هناكل وهنخس بدون اي مشاكل وبدون اي حرمان. شوف ساره انت عامله لنا مسقعه. يا روحي اعملي لك مسقعه. حاطه لك ايه جنب المسقعه؟ شايفه الفلفل الجميل والجرجير الجميل ده؟ ايه المشكله؟ هاتي لك بقى طبق بس مالكيش دعوه بده، تمام؟ خدي لك بقى ايه، واحدتين ثلاثه كده من العيش البلدي ده، اتنين بس كده نص رغيف يعني، ومعلقتين مسقعه كده، شويه جرجير كده، وعودي الف هنا وشفا، تلاقيها جميله قوي. وكلي واكليهم، ربنا يخليكي ليهم ولا ايه؟ حلو قوي. حلو الكلام ده؟ حلو. طب انا دلوقتي قدمت الاقتصادي بتاعي، ادينا بقى الاقتصادي بتاعك. الاقتصادي بتاعنا كورسات التخسيس وعروض وخصومات التخسيس. النهارده عرض حصري ورحلات سحب على رحله العمره
حصري بكورس الثلاث شهور خصم 70%. هتدفعي تلت الكورس، هتوصلك كبسولات فيتامين د الهديه مع الكورس، كبسولات الانسيليوم وكبسولات الماجيك بوكس وكبسولات الفينيل، وكمان عليهم كريم شد الترهلات هديه المدعم بالقهوه. الشحن مجانا والمتابعه مجانيه. مش بس كده، حصري لكل اللي هيشتروا كورس الثلاث شهور خصم 70%، هتدخلوا معانا سحب على رحله عمره. فحاجة بسيطة جدا، هتصوري الفاتورة اللي وصلتك لما اشتريتي كورس 70% او خصم 70% وهتبعته لنا على الارقام الموجودة على الشاشة او الرقم اللي انت اتصلتي بيه ووصل لك العرض من خلاله، او ابعتي لنا على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. عايزة ايه تاني؟ هتعملي دلوقتي بقى، هتتصلي على الارقام الموجودة على الشاشة للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف هتتصلي وتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت. الشحن مجاني والمتابعة مجانية. عايزة ايه تاني اكتر من كده؟ اطمني، الكورس بتاعنا امن ومصرح من وزارة الصحة. كل اللي عليك انك تطلبينا دلوقتي وتجيبي الكورس وتقولي لي بقى الاخبار، نزلتي قد ايه وخسيتي قد ايه، انت بقى تجي لي بالريفيوهات الحلوة دي وانا اطلع على شاشة اشجع متابعينا بيها ومشاهدينا ومشاهدين قناة ايه صدى البلد. عايزة اقول لكم ان احنا معانا اسئلة السوشيال ميديا، طبعا انتوا عارفين الاسئلة دي بتجيلنا عن طريق صفحتنا وان دايت ودايت لايف، كمان عن طريق البيج بتاعتنا مطبخ البلد، المسجات بتجيلنا واحنا بنحاول على قد ما نقدر نرد على نقدر نرد عليه. معانا اول سؤال من سلمى ابراهيم. سلمى بتقول عندي مناسبة الشهر الجاي وعايزة اخس 10 كيلو بس انا عندي انيميا. حلو، معاها شهر. حلو جدا، لطيف. ما هتنزل 10 كيلو ان شاء الله. الكورس هي هتاخد خصم ال 40% اللي هو عرض الشهر الواحد. هي عايزه تنزل 10 كيلو بس في حياتها، اوكي انت تاخدي خصم ال 40% كورس الشهر الواحد، كبسولات الانسيليا ما تصحي الصبح قبل الفطار بربع ساعه، هتاخدي الكبسوله هتشربي من 3 ل 4 كوبايات ميه، سيبي الباقي على الكبسوله. حلو قوي، وهيوصلها عروض وهيوصلها خصم، وكمان الشحن مجاني والمتابعه مجانيه، وما تنساش هيوصلها كبسولات فيتامين د بتزود سرعه الحرق والمهمه لامتصاص الكالسيوم في العظم، وكمان كريم شد الترهلات هديه. يعني هنخس بصحه وبعافيه وبحلاوه واشراقه. شرفتينا دكتور ساره المهدي، ربنا يخليك. بجد الحلقه كانت حلوه قوي اكتر من هايله، بحبكم. تسلم ايدك على الاكل الحلو ده يا حبيبتي. يعني اقول لك ما يجيش مقامك والله يا دكتور، دي حاجه بسيطه. فضل تخليك النهارده مطبخ البلد عامل شويه مسقعه كده يعني باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه. بجد شرفتونا ونورتونا، وشكرا جدا على متابعتكم لينا، وكنتم مع مطبخ البلد.